خديجة بن مومن ممثلة شركة فيرست ميكرو وموظف أسوسياسيون أوبخيل لا سي جي دي. عقدنا اليوم واحد اللقاء بين الشركات الكنارية والمغربية وكان لقاء مثمر جدا نتيجة عنده تبادل الخبرات بين التجارب بين الطرفين وان شاء الله غدا سيتم الافتتاح الرسمي ديال لوجيكول وغادي يكون زيارات لبعض الشركات اللي كانوا اللي مؤثرين في اكادير ومن بينهم غادي نمشيو نديرو واحد لا فيزيت ديال واحد الشركه ادافون في التسيله ونتمناو هذا اللقاء ينتج عنده علاقات بارتناريا ما بين الشركات المغربيه والشركات الكناريه خاصه وان احنا في اقبال انشاء ميناء طرفيه اللي ان شاء الله غادي يكون واحد انطلاقه مهمه للمغرب.